عقد القادة الصينيون مؤتمر العمل الريفي المركزي في بكين يوم الخميس لاستعراض نتائج العمل الريفي والزراعي في البلاد عام 2015، فيما من المقرر أن يرسم الاجتماع خارطة العمل والخطط لعام 2016 والعوامل اللاحقة. سيتم تضمير السياسات التي تمت مناقشتها في الوثيقة السنوية رقم 1 والتي تصدر عن الحكومة المركزية كل عام. ويقول المسؤولون إن وثيقة عام 2016 تركز بشكل رئيسي على الجهود المبذولة لإدماج القطاعات الأولى والثانية والثالثة في المناطق الريفية، فضلا عن قضايا مثل الزراعة الحديثة والنهوض بالتجارة الإلكترونية. أما القضايا الرئيسية الأخرى فالتي يحتمل أن يتم مناقشتها فهي ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على نمو الدخل الثابت للمزارعين وتسريع الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتحسين القدرة على الإنتاج والجودة في عام 2016، وذلك وفقا لبيان الاثنين بعيد المؤتمر العمل الاقتصادي المركزي والذي يعد أحد الاجتماعات الاقتصادية الرئيسية للبلاد. هو واحد من الأهداف الصينية خلال فترة الخطط الخمسية 13 والتي ستبدأ العام المقبل هو تحديث الزراعة. قالت وزارة الزراعة الصينية إن السنوات الخمس المقبلة ستكون فترة تحويل للزراعة، ويعد التحويل ضروريا. أشار الخبراء إلى أنه إلى جانب الزيادة المستمرة في الإنتاج الزراعي الصيني في السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل من حيث الجودة والأمن، فالحكومة تهدف إلى نمط جديد من تحديث الزراعة التي من المقرر أن تتشكل بحلول عام 2020، وسيسير هذا النمط في خطوط متوازية من حيث الكمية والجودة والاستدامة. وأضاف وزير الزراعة الصيني أنه سيكون عملية صعبة. خلال فترة الخطة الخمسية 13 يمكن اتخاذ الزراعة مسارا لتنمية المستدامة، ويجب إجراء تعديلات كبيرة في المناطق من حيث أفكار التنمية ونظام التكنولوجيا ودعم سياسي وتوزيع الموارد. وخلال الفترة لن نسعى إلى زيادة مستمرة في إنتاج الحبوب، لكن يجب علينا تعزيز وتحسين الإنتاجية من أجل ضمان الإمدادات الأساسية من الحبوب والسلامة المطلقة من حصص الحبوب. في النمط الماضي من الإنتاج يمكن توسيع الكمية، الآن نحتاج إلى اتخاذ مسار تحديث الزراعة وتطوير اقتصاد أخضر وتحسين أيدات في كل هكتار من الأرض وجودة المنتجات الزراعية. لمزيد من المعارض حول أعمال مؤتمر العمل الريفي المركزي انضم إلينا اليوم في الأستوديو الخبير الإعلامي الجزائري الأستاذ لطفي مقدم، أهلا بك. فلقد انطلقت أعمال مؤتمر العمل الريفي المركزي يوم الخميس، ولذلك نرجو أن توضح لنا اتجاه التنمية الريفية الصينية وفقا لمقترحات حول الخطة الخمسية 13. نعم، يأتي هذا الاجتماع لهذه السنة مباشرة بعد حتى وهو يعني من الناحية الزمنية، فمقارنة بالأعوام الماضية يأتي متأخر قليلا، لكن يأتي مباشرة بعد نشر الحكومة الصينية وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني لمخطط الخمسية 13. فمن المحاور الأساسية في هذا المخطط الخمسية 13 هناك محور هام وهو التنمية الريفية والتنمية الزراعية. فبعد المحافظة على اقتصاد من متوسط إلى سريع، ايضا من اقتصاد موجه نحو الاستهلاك، نحو ايضا الابتكار، هناك باب ومحور خاص بما يسمى بالزراعه والتنميه الزراعيه والفلاحيه في الصين. فربما هناك ستواصل الصين دائما الاصلاحات. الإصلاحات سوف تكون من عدة محاور، مثلا إصلاح حقوق الملكية، الإصلاح الإداري، إصلاح الأسعار، والإصلاح في التكامل في المناطق الريفية. هذا يعود لعدة أسباب، فمن خلالها تحاول الصين أيضا أن تبقي على التنمية الزراعية وأيضا أن تحقق اختراقات وتذهب إلى جودة،
حتى نلاحظ يعني حتى هناك منذ أيام كان هناك قرار لتجريب لوضع مخطط تجريبي للمحافظة على الأراضي الزراعية، لأن هناك بعض الأراضي بسبب الاستهلاك المفرط وأيضا حدثت هناك يعني حتى مشاكل بيئية، التربة تفقد خصائصها، هناك أيضا تبذير للمياه. فهنا فاليوم الصين تحاول من خلال هذه الإصلاحات أن تضع حد لكل ربما ما سوف يؤثر على البيئة، وأيضا تريد أن تصبح أيضا الزراعة شيء مهم خاصة في المناطق الريفية. نعرف بأن اليوم الصين يسكنها حوالي 55% من الصينيين في المدن، لكن يوجد هناك تسجيل فقط لـ40 من سكان الحضر، هذا ما يعني بأن هناك نزوح من المناطق الريفية إلى المدن، ويجب مراعاة هذا أيضا. هل يجب تثبيت هذا السكان في المناطق الريفية، أو أيضا هل يجب تقديم لهم المساعدة لكي يصبحوا مقيمين وينالون يعني من الضمان الاجتماعي من السكن أيضا. وربما يعني كل هذه الإصلاحات سوف تذهب في إعادة في وضع التنمية الزراعية في إطار جديد، يعني لأن هناك مواعيد كثيرة تنتظر الصين، خاصة بموعد 2020 أين الصين يعني اتخذت قرار أنها سوف تحاول أن تقضي على الفقر نهائيا. يعني العام الماضي قضت يعني في سنة على حوالي 70 مليون فقير في المناطق الريفية، التي يعني تشكل خزان كبير من الفقر، يعني السلطات الصينية تذهب في هذا المجال. فنلاحظ أيضا وهناك أيضا ما يسمى إصلاحات في الجانب الزراعي موجهة إلى الصناعة، هذا أيضا باب، لأن ربما يعني الزراعة اليوم سوف تكون أيضا محرك في التنمية الصناعية، وهذا من خلال إعادة تنظيم الأراضي الزراعية، وأيضا كما قلنا هناك أراضي صالحة للزراعة، هناك استصلاح أراضي أيضا، ممكن استصلاح أراضي حتى تصبح صالحة للزراعة أيضا، وهناك أيضا إرشادات وتوجيهات فيما يخص العقود، عقود الإيجار وعقود الملكية بالنسبة للفلاحين الذين يعني يستغلون هذه الأرض. وأيضا هناك الدعم لنشر شبكة الطاقة مثل الكهرباء، مثل إدخال شبكات يعني ما يسمى الشبكات، هي نوع يعني المواصلات، البنى التحتية، الكهرباء، وحتى أيضا إنترنت بلوس التي ممكن أن تلعب دور مهم أيضا لتنمية الزراعة وتنمية المناطق الريفية لتحقيق الخطة الخماسية 13 التي يعني نهايتها سنة 2020 يكون هناك ازدهار في الصين، يكون هناك رخاء على المواطن، ويتم القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهائيا. انطلاقا من روح مؤتمر العمل الريفي المركزي، فكيف تحظى نقول العصرنة الزراعية والتجارة الإلكترونية في المجال الزراعي بعدم السياسات الزراعية؟ نعم، هنا هنا ربما هناك تدخل، هو سوف يكون دعم جديد كما قلنا انترنت بلس التي هي أيضا محور جديد سوف يكون يضاف إلى الخطة الخماسية 13 من أجل المضي بالصين قدما إلى مواعيدها الهامة كما قلنا. فاليوم التجارة الإلكترونية ممكن أن تشكل نقطة تحول للزراعة والمناطق الريفية، يعني حسب آخر الإحصائيات أنه مثلا على منصة تيمول أو تاوباو موجود حوالي 1.4 مليون متجر مختص في الزراعة. فيعني وكان العام الماضي حسب توقعات أيضا حسب إحصائيات علي بابا أنه بلغ 140 مليار يوان. فهذا السوق، هناك سوق أيضا رقمي على شبكة الإنترنت ممكن أن يدعم الزراعة والتطور الفلاحي في الصين، فهذا شيء مهم. عندما يستطيع المنتج أن يكون
هو المسؤول عن الإنتاج، وفي نفس الوقت هو الذي سوف يبيع منتوجه. فهناك ربما تقليل للمسافات، هناك أيضا تقليل للتعامل للتداول، وهذا أيضا سيفتح الباب على إنشاء شبكات كما تكلمنا، شبكات أو بنى تحتية ممكن تساعد على الذهاب بعيدا على 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 الإنترنت، الذي سوف يخلق يعني يكون هناك تثبيت قبل كل شيء للسكان في الريف، ويمكن لهم أن يتحصلوا يعني على مستوى معيشي جيد، لأنهم في نفس الوقت سوف يجمعون بين الفلاحة والزراعة وأيضا بين التجارة، فهذا سوف يخلق ديناميكية. أيضا اليوم إنترنت تمثل يعني السوق الإلكتروني اليوم هو يمثل مستقبل التجارة العالمية، وقطاع الزراعة والفلاحة في الصين يحتاج لهذا لكي يمضي قدما لتحقيق اختراقات أخرى تنتظره. الأستاذ لطفي مقدم، الخبير بالعالمين الجزائري، شكرا جزيلا لك. وسوف نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. مضت أكثر من 100 ساعة على وقوع الانهيار الأرضي الذي دفن ودمر أكثر من 30 مبنى في منطقة صناعية في شنجن جنوب الصين. هذا وقال مسؤول الحكومة المحلية إن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، كما بدأت الأعمال المحنية بعد الكارثة بما فيها مساعدة أفراد أسر الضحايا والشركات المتضررة. قالت السلطات المحلية إنها قد ساعدت أسر الضحايا من خلال توفير المساعدات اللازمة والمتنوعة، مضيفة أن أكثر من 4600 شخص قد تأثروا بالكارثة، وحتى الآن خرج من المستشفى 2 من الجرحى 17 الذين تم إرسالهم إلى المستشفى بعد الانهيار الأرضي الضخم، وتم إنقاذ ناج وانتشال 4 جثث، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وتواصل الآليات الثقيلة الحفر خلال آلاف الأطنان من الأتربة والأنقاض الناجمة عن الانهيار، كما تم إرسال الفرق الطبية التي تشمل الأطباء والممرضات وعلماء النفس إلى 9 ملاجئ مؤقتة بالقرب من موقع الحادث. من بين ضحايا 75 يوجد أولئك الذين ما زالوا في إعداد المفقودين، وقد اتصلنا بأفراد أسر 59 منهم، وحتى الآن استضفنا 270 فردا من أسر الضحايا، وتم إنشاء فرق خدمات مباشرة لتقديم الخدمات النفسية والقانونية وإريحة لهم. حصلت قيادة الإنقاذ صباح الأمس الخميس على خبر مفاده بأن مستودع للمواد الكيميائية الخطرة دفن تحت التراب والصخور في الشمال الشرقي موقع الانهيار الأرضي في مدينة شنجن الصينية، وقد أغلق عمال الإنقاذ المنطقة على الفور لتجنب أي تهديدات أمنية. وفقا لعمال الإنقاذ، فإن هذا المستودع دفن بفعل الانهيار الأرضي كليا على عمق حوالي 15 مترا، فلم يتمكن العمال من التأكد من درجات التدمير وأنواع المواد الكيميائية الخطرة المتواجدة بداخله، وقد تم إغلاق هذه المنطقة حاليا. تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 600 متر مربع، وهي مكان رئيسي، وقد حددنا المناطق المحظورة في 50 متر من المحيط، وحظر دخول أي شخص إلى المكان الرئيسي. أما في المناطق المحيطة للخمسين متر لا يمكن استعمال المعدات بها، وكل ذلك لتجنب وقوع حوادث طارئة أخرى. تم إنشاء مجموعة معالجة مشتركة بين قطاعات الأمن العام والمطافئ ومراقبة سلامة العمل، وسوف تجري المجموعة استفسارات وتحقيقات مع المؤسسات المعنية في موقع الحادث، وبعد التأكد من نوع المواد الكيميائية الخطرة ودرجة التدمير للمستودع سترسل مجموعة مهنية للمعالجة. أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين شهدت نموا مستمرا بين يناير ونوفمبر الماضيين في عام 2015.
من بداية هذا العام إلى غاية نوفمبر وصل عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الأجنبي في الصين إلى حوالي 2400 وذلك بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي. في نفس الفترة بلغت رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمارات 114 مليار دولار أمريكي أي بزيادة 7.9% على أساس سنوي. وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات بنسبة 19% وهو ما يمثل 61% من إجمالي نمو الاستثمارات الأجنبية، كما بلغت رؤوس الأموال المدفوعة في شركات الخدمات التكنولوجيا الفائقة 7,200,000,000 دولار أمريكي سنويا أي بزيادة سنوية نسبتها 52%. بالإضافة إلى ذلك وفي ظل مبادرة الصين الحزام والطريق، فإن مصادر الاستثمارات الأجنبية في الصين ستكثر. هذا وبلغت الاستثمارات من الدول الواقعة على طول الطريق 7,100,000,000 دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 16%. ولا تزال السوق الصينية تزخر بإمكانات ضخمة مع زيادة الطلب المحلي. تواجه الصين الآن تباطؤا اقتصاديا، ولكن ما يزال لديها إمكانات ضخمة للاستثمارات الأجنبية، وكانت تتركز الاستثمارات الأجنبية على التصدير الصيني، ولكن الآن فإن الطلب المحلي يلعب دورا أكبر لجذب الاستثمارات، وسوف تنمو الاستثمارات الأجنبية في الصين بشكل مستمر. وأصبحت الصين الثالثة أكبر مساهم في الميزانية العضية للأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة واليابان فيما بين عام 2015 وفيما أو 16 في عام 2018. من المقرر أن تكون نسبة مساهمة الصين 7.9% من إجمالي الرسوم العضوية. وقال وان مين نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن الزيادة في المساهمة تعكس القوة الوطنية للصين وتأثيرها في النظام الدولي. في الوقت نفسه ستصبح الصين الثانية أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام بعد الولايات المتحدة وتتجاوز اليابان لأول مرة. وصلت قوات الحكومية العراقية أمس الخميس معاركها العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في مدينة الرمادي غرب العراق، حيث تقدمت إلى المنطقة الأخيرة التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بالمدينة. وتشير تقديرات إلى أن ما بين 250 إلى 300 من المسلحين يتمركزون هناك، كما أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن مسؤول عراقي أن التنظيم المتطرف دائما ما يرسل انتحاريين لشن هجمات، إضافة إلى زرع عدد كبير من المتفجرات في الشوارع والمباني داخل الرمادي. هذا وقد تباطأت عملية استعادة المدينة وقامت القوات العراقية بتطهير الطرق من الألغام لتقليل الخسائر البشرية. فضلا عن ذلك أضافت القوات العراقية أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن في اليوم ذاته غارات جوية على العديد من أهداف التنظيم المتطرف بالرمادي من أجل مساعدة القوات العراقية على استعادة المدينة في أقرب وقت ممكن. وعقدت جامعة الدول العربية اجتماع وزراء الخارجية أمس الخميس في القاهرة، حيث أصدرت بيانا تطالب فيه تركيا بسحب قواتها من شمال العراق دون قيد أو شرط، واصفين التدخل التركي بالاعتداء على السيادة العراقية وتهديد الأمن القومي العربي، ثم قدمت البيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن دخول القوات التركية إلى العراق انتهاك واضح للقانون الدولي، وأكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن العراق يطالب تركيا بسحب قواتها من أراضيه دون قيد أو شرط. يعترف أحد أعضاء تنظيم داعش المتطرف وهو من أصل تركي تم القبض عليه مؤخرا، يعترف بأن تركيا كانت تشتري النفط من المسلحين المتشددين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية أمس الخميس. في الوقت نفسه كشفت وسائل إعلام نرويجية مؤخرا في تقرير جديد أن معظم النفط الذي يهربه تنظيم الدولة الإسلامية يتجه إلى الأراضي التركية.
أفادت وكالة الفضاء الروسية أمس الخميس بأن مراسلها التقى مؤخرا أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وهو من أصل تركي تم القبض عليه من قبل وحدات حماية الشعب الكردية السورية، حيث تحدث هذا الشاب البالغ من العمر 24 عاما واسمه محمود، تحدث عن أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك قيام الحكومة التركية بشراء النفط من التنظيم، وعلى حد قوله فقد انضم إلى التنظيم المتطرف في إبريل من هذا العام ودخل سوريا من مكان يبعد عن إحدى النقاط الحدودية التركية بكيلو متر واحد مع 17 شخصا آخرين من بلدان مختلفة دون أي صعوبات، وأكد أنه خلال فترة التدريب التي قضاها في سوريا قال له أفراد التنظيم المتطرف إنهم يبيعون النفط إلى تركيا من أجل تسوية المشكلة المالية، حيث أن شاحناتهم تنقل النفط والنفط الثقيل والبنزين إلى تركيا كل يوم. وأفادت وسائل الإعلام النرويجية يوم الثلاثاء الماضي بأن هناك تقريرا سريا يشير إلى أن نفط المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف يباع بأسعار بخسة بعد نقله من سوريا والعراق إلى تركيا، وتمت صياغة هذا التقرير من قبل إحدى وكالات الاستشارات بتكليف من وزارة الخارجية النرويجية، وتم تسليمه إلى الوزارة في صيف هذا العام. دخل حوالي مليون لاجئ إلى ألمانيا هذا العام، الأمر الذي خلق فرصا عديدة لصناعة البناء والتشييد المحلية. تفاصيل في التقرير التالي. ضاعفت الحكومة الألمانية في عام 2015 مبلغ تمويل السكن الاجتماعي إلى أكثر من 4 ملايير يورو، وذلك لإعادة توطين اللاجئين. وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات السكنية للاجئين، كثفت الحكومة الألمانية جهودها في بناء البنية التحتية لتلبية النمو السكاني، وأثر الأمر تأثيرا إيجابيا كبيرا في صناعة البناء والتشييد في ألمانيا، حيث تمثل صناعة البناء 4% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، وتشمل الصناعة على أكثر من 300,000 شركة توفر فرص العمل لأكثر من 1.5 مليون شخص، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه البيانات في المستقبل. وقالت تركيا إن قواتها ستستمر في التواجد في أفغانستان لأداء مهامها في إطار حلف الناتو. جاء ذلك في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعيد إجراء المحادثات مع نظيره الأفغاني أشرف غني الذي يزور تركيا منذ يوم الخميس. كما تعلمون أن قواتنا ما تزال هناك في أفغانستان وسنبقى هناك ما دام إخواننا الأفغان يحتاجون إلينا. أضاف أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة التنموية لأفغانستان، كما حث المجتمع الدولي على الوقوف مع أفغانستان خلال الفترة الانتقالية وتقديم الدعم لها في مجالي التنمية والأمن. وفي الوقت نفسه دعا غاني إلى الاتفاق على مكافحة التطرف وخاصة في الدول الإسلامية. هذا وكانت تركيا قد نشرت قواتها في أفغانستان بعد تورط تنظيم القاعدة في حادث تفجير بإسطنبول عام 2003، وتقدم القوات التركية حاليا الخدمات الأمنية حول العاصمة الأفغانية ومحافظة وارداك، غير أنها لا تشارك في العمليات القتالية. شنت الشرطة الأفغانية هجوما عنيفا على حركة الطالبان في منطقة الساجن بمقاطعة هلمند الأفغانية، وقال ميرزا خان رحيمي حاكم المقاطعة أمس الخميس إن قوات الأمن الأفغانية شنت هجوما على حركة الطالبان في منطقة الساجن منذ مساء يوم الأربعاء الماضي بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى مقتل 50 مسلحا من طالبان وإصابة العشرات، مضيفا أن الاستقرار عاد إلى المنطقة. تسيطر قوات الأمن الحكومية الأفغانية على منطقة السنجين بالكامل، أما حركة الطالبان فلم تسيطر عليها بشكل كامل. أرسلت الحكومة الأفغانية إمدادات عسكرية إلى منطقة سنجين حيث ما زال القتال العنيف بين الجانبين متواصل. وصلت قوات الأمن والقوات الخاصة إلى منطقة سنجين جو مبرر، وما زالت العملية العسكرية في المنطقة متواصلة. ووفقا لمسؤول من الشرطة المحلية بمنطقة سانجين، احتل مسلحو طالبان المنطقة المحيطة بمبنى الإدارة الحكومية لسانجين، غير أنهم سرعان ما طردوا منها. وقال المتحدث باسم جيش حلف الناتو لدى أفغانستان إن القوات الأمريكية شنت غارتين جويتين مساء الأربعاء الماضي على منطقة سانجين وما حولها،
كما قال المتحدث باسم القوات الحكومية الأفغانية لدى مقاطعة هلمند إن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على حركة طالبان في سنجين ليلة الأربعاء الماضي وقتلت العشرات من مسلحي طالبان، مضيفا أن العملية العسكرية الحكومية تباطأت بسبب استخدام حركة طالبان مساكن المدنيين مخابئ لهم. نهاية النشرة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، كان معكم جنب وفي العاصمة السينية بكين، وإلى اللقاء.